الزكاة. طيب إخواننا، الزكاة هذه والله تحتاج إلى درس عملي. الأستاذ طلب من الطلاب أن يطبقوا درس الزكاة وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، يعني كل واحد يذهب إلى يعني ما أدري مهنة أبيه وكذا، يرجع فرجع هم ثلاثة، رجع واحد منهم إلى أمه وقال لها ماذا كان يعمل أبي رحمه الله؟ قالت لا أقول لك، أصر عليه وهي لا تريد الإجابة. فقالت له النساء في السلام كان لص. فقال إن الشيخ أمرنا بأن نتقي الله سبحانه وتعالى، أن كل واحد منا يعمل المهنة التي كان يعمل بها والده. فالمهم سأل كيف تكون المهنة هذا، وعرف وأخذ المعدات التي يعمل بها اللص، ثم خرج في الليل عندما يعني غطى الظلام، خرج وقال هذا البيت هو بيت جاري، والله سبحانه وتعالى أوصى بالجار، وقال هذا، ومر بالبيت الثاني قال هذا بيت أيتام، والله سبحانه وتعالى يعني نهى عن التعدي على مال اليتيم، وكذا وكذا حتى ابتعد. عندما ابتعد وجد بيت يعني تستطيع تقول قصر، فنظر في هذا القصر وإذا قال هذا هو المراد، لابد أن هذا لا يؤدي الزكاة وكذا وكذا، يعني التعدي على هذا مثل ما يصنع بعض الجهال يقول اليوم يعني. فدخل إلى البيت، وجد المكان الذي يضع فيه صاحب البيت الخزنة والأموال والدفاتر. عندما فتح الخزانة بالآلات التي يعني أخذها، أخرج الدفاتر. عندما أخرج الدفاتر، طالب علم هو، وجد أن الدفاتر فيها خلل في الزكاة. أوقد المصباح وأخذ الأداة يكتب وبدأ يحسب زكاة هذا صاحب البيت التاجر، وما انتبه أن الوقت يمر. استيقظ صاحب البيت، وجد المصباح، وجد الخزنة مفتوحة، وهذا يعني استيقظ صاحب البيت على أذان الفجر. فقال له ماذا تصنع؟ لص. قال انتظر، تقوى الله تقتضي أن نصلي أولا. فأذن وأقام الصلاة وقال تقدم وصلي، تقوى الله تقتضي أن تكون أنت الإمام. فخاف هذا منه وصلى. عندما صلى وانتهى من الصلاة قال له هذه أنا جئت على ما أمرني المعلم، ووجدت أن الحسابات فيها كذا وفيها كذا وكذا وكذا، وأنت اللص لا أنا. استغرب صاحب المنزل من أمانة هذا، من أمانة ويعني الدقة في حساباته. فرجع إلى زوجته واستشارها، وكان لديه بنت، فقال لهم ما رأيك أن تسكن معي وأعطيك بنتي وكذا، فتزوج ولله الحمد. فأخواننا، كتاب الزكاة يحتاج إلى درس عملي مثل الرياضيات، كذلك الفرائض سيمر معنا لابد من درس عملي. الزكاة تنقسم إلى فريضة ونافلة. الفريضة تنقسم إلى قسمين، زكاة مال وزكاة بدن. مرة أخرى، الزكاة تنقسم إلى قسمين، فرض ونفل. الفرض إما زكاة مال أو زكاة بدن. زكاة بدن زكاة الفطر، ستأتي معنا وأخرها المؤلف رحمه الله. زكاة المال الأموال تجب فيها الزكاة أربعة: النقدين الذهب والفضة، وما يقوم مقام الذهب والفضة مثل العملات الورقية، ريال، درهم، دينار، دولار، يورو، خلاص. هذا واحد. الثاني الخارج من الأرض. الخارج من الأرض حبوب وثمار فقط، حبوب وثمار، فواكه خضروات لا، تمام. حبوب مثل قمح، تمام. وثمار تمر، ثمار تمر. وأنتم في أين؟ في هجر، نعم. وقال كناقل تمر إلى هجر. هذا الخارج من الأرض.
الثالث السائمة من بهيمة الأنعام. سائمة من بهيمة الأنعام، سائمة السائمة هي التي ترعى المباح، يقول ترعى المباح الفقهاء، ترعى المباح من بهيمة الأنعام، إبل بقر غنم، بهيمة الأنعام هذه الثلاثة، عنده دجاج ترعى، مفهوم؟ من بهيمة الأنعام. السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر الحول ترعى المباح، يعني تخرج إلى المراعي وترعى، يعني ما يشتري لها عرف علف، ما يشتري لها برسيم، ترعى أكثر الحول أو كل الحول، تمام. لكن لو كان عنده غنم مثلا ويشتري لها علف، هذه ليست بالسائمة. أو مثلا يشتري لها علف 9 أشهر، بقي معنا من السنة كم؟ 3 أشهر كانت ترعى، هذا ليست بالسائمة. السائمة من بهيمة الأنعام، هذه نرجع فيها إلى الجدول سيأتي معنا، تمام؟ حسابها سهل بإذن الله. إيش بقي معنا؟ بقي معنا عروض التجارة، كل ما أعد للبيع والشراء. الشيخ عنده الله يبارك سوبر ماركت، إيش يبيع؟ يبيع حديد، أخشاب، مواد غذائية، ملابس، سيارات، طائرات، صواريخ، دبابات، أي شيء. عروض تجارة، هذا عروض تجارة، مفهوم؟ أوسع باب يقوله هذا الباب، باب عروض التجارة. لو كان عند إنسان 30 من الغنم فيها الزكاة؟ لا، هذه إذا كانت سائمة. لكن لو هذا الشيخ عنده حظيرة غنم يبيع فيها الأغنام في سوق الغنم، و30 فيها الزكاة لأنها عروض تجارة خرجت، مفهوم أخواننا؟ إذن قد تكون عندنا 30 من الغنم فيها الزكاة، أين؟ في عروض التجارة. أما في السائمة يمكن تكون فيها إلا إذا كان عنده مثلا خلطة يعني، ولا شركة مع إنسان، وذاك مثلا هذا لديه 10 وهذا لديه 30 وأصبحت كم؟ 40، الآن فيها الزكاة. طيب، إذن هذه الأموال تجب فيها الزكاة كم؟ 4.